متميز بقراءة طيبة، وأنه ماهر يطمئن المهارة في تلاوة القرآن، ورغم ذلك لم تعجبه قراءته، بل دفعه ذلك وحرصه على أن يعرض على شيخنا الكريم ليثبت التلاوة وليتبرك بالتلاوة على يد شيخنا الكريم. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. قل أعوذ برب الفلق، ولم يكن له كفؤا أحد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ولا الضالين. ألف الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
صدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها يشرحها دفءا وشفاء فيحسون الأرض سماء طبتم يا أهل القرآن.